مخوت بروك علينا احنا المغاربه. شوف في متى نمشيو نبلبلو ها نتوما هو الترابو دابا شنو ها التيران ديال اليوم اللي غيلعبوا فيه المغرب وخلا غيبان لكم من هنا نمشيو تما غتلقاو الارجنتينيين ونمشيو نقولوا نتوما مبروك راه كاين حنا وكاين حنا كاين المغرب مولاي كاين. المهم مبروك علينا مبروك على المغاربه كلنا مبروك علينا الحمد لله. وشوف ما تحس بالدرابو تتخرج لوروب تتخرج الغربه عاد تحس بان التوتر التمغربي ديالك والله العظيم تنقول لكم من القلب هادشي اللي تكون في البلاد تكون حاس بوالو. ولكن ان فوا تخرج من المغرب وتمشي انك تغرب عاد تحس بهذيك التمغربي ديالك والتوطني تولي يعني الوطنيه ديالك والله العظيم. وديما مغرب وديما مغرب وان شاء الله هذا العام نجيبوا الميداليه الذهبيه وغنتقاتلوا وديما الفرحه ديما غتكون ان شاء الله ديما حتى تكون لابس السوين ديال البحكه ديال المغرب ومع الجاليه العربيه الله يرفع تحس بالافتخار وحق الله العظيم تندوي معكم من القلب افتخار وديما مغرب ديما مغرب محتفلين معاهم. مروكو ميرسي ميرسي فيليسيتاسيون ارجنتينا ارجنتينا مروكو وي طالع طلعينا طلعينا ديما شوف ديما ديما الحمد لله بيان بيان. المهم حنا عايشين اجواء معاهم دوما فيما مشيت تنبلو خوت. المهم ما باش نوريكم شاد لوطوروت هذه نهار اللي غيكون لاعبين ربع النهائي القى كل مغرب كل ما زين الترابو ديال المغرب التيران اللي يلعبوا فيه المغرب ها هو ان شاء الله هو هذا انتوما. المهم هذا هو التيران ديال اليوم اللي غيلعبوا فيه ان شاء الله المنتخب ان شاء الله. وحنايا غنبقاو كيما غنبقاو طباغي طاب ان شاء الله وغادي نديو ان شاء الله الميداليه الذهبيه ونتقاتلوا علاش عندنا والله الا. المهم منتخب هذا العام تيبين انه عنده وتحيه للعابه كاملين مسكيتوي حتى اخر لعاب حتى الجول الحمد لله كلكم رجال وتقاتلتوا اليوم وبينتوا لينا انكم تبوا يعني فريمون اسبوعا وحنا راه معاكم والحمد لله. تنقول لكم الناس في اوروبا راه اللي تكون لاعب المنتخب وتكون لاعب في اوروبا ولا شي حاجه يعني بحال هكا كاز اولمبيات وكاس العالم راه تفتخر انك تلبس التوني ديال المغرب والله العظيم مع الجاليه العربيه تفتخر براسك انك راه مغربي.